اي في بلد مجاور بل بعيد، بعيد في بلد بعيد. اين انت؟ تعلم لقد نفيت قطر وقلت ليس بقطر. اذا في بلد، في بلد بعيد، وقلت فعلا في بلد بعيد. ها تؤمن بالله؟ تؤمن بالله؟ أتؤمن بالله؟ أنت لا تؤمن بالله، أنت لا تعرف الله، مفهوم؟ فلو كنت تؤمن بالله جل وعلا ما ظلمتها وما سحرتها وما آذيتها وما طعنتها. إذا توفي الشخص يطلق. هذا يدلك دلالة على أن الساحر قوي، وأن الشخص. الجن الشيطان الآن يخاف من الساحر. إذا توفي خلاص الشخص. أنا فهمت المقصود، هذا الذي تريده. هذا يعطيك دلالة على أن الشيطان الذي يتكلم معه الآن يخاف من الساحر، لأن الساحر خبيث وقوي. إذا توفي الشخص. يعطيك دلالة على أن الساحر خبيث وقوي. إذا توفي خلاص علم، انتهى كل شيء، انتهى كل شيء. طيب فهمت؟ لا تقرأ، لا تقرأ، لا تقرأ. سأقرأ. لا سأقرأ. لا تقرأ بإذن الله. سأقرأ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء. حتى البنت اللي تحبها ضريتها، بنت اختها خلها بعد تموت مثلها. حتى ما تحبه بنت اختها اذاها، كل ما تحبه اذاها. بنتها اختها، بنت اختها اللي معاها دائما، بنت اختها حتى هي اذيتها. كيف اذيتها؟ كيف اذيتها؟ ليش تحبها؟ ليش تحبها؟ ليش تكون معاها يوم من رياضة؟ ليش تساعدها وتسعدها؟ كل من يساعدها او يسعدها سيؤذها. عشان اعورها بعد تحسن على بنت اختها، حتى لعورها بعد حتى تحسن. هل عيالها يربونها وحده ثانيه، ام ثانيه يجونها؟ اي شيء سيسعدها لا بد ان تؤذى فيه، صح؟ ها في 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 بطنها وفي رحمها، هي بعد بيكون فيها الخبيث. هذا يعطيك صورة على السحر، يعني محق السعادة بالمرة. خلها ترتاح، لأن هذه بعد الثانية الكلبة هذه مريم بعد تموت ولا لها علاج. ترى ما فكرة مرض ما له علاج، راحت عند أكبر الدكاترة في قطر قالوا لها ما لش علاج، هذا اللي في الرحم ما في علاج، ما لها علاج حتى لو سافرت برا. حتى لو سافرت ما لها علاج، لأنها حيوانة كلبة مثلها. ليش تجيها؟ ليه؟ ليه مرضت تكون معها يد بيد؟ ليش واقفة معها؟ ليش ما خلتها؟ ليه؟ كانت تساعدها في كل خطوة بخطوة، ليش توديها المستشفيات؟ ليش تقعد عندها في البيت؟ ليش؟ 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 ليش ما خلتها بروحها في البيت؟ لين تموت تعلم رجولها. اي نعم احنا نفخنا رجولها، احنا جينا في المفاصل، لكن هي صورة البقرة. تدرى صورة البقرة، تدرى صورة البقرة.
البقرة، لكن بأذيها في كل شخص تحبه، كل شخص تحبه خليها تحزن عليه، وأولهم هذا، هذا هذا اللي يوديها كل مكان، كل مكان يوديها له. ليش تطيرها من الدوحة للمغرب؟ ليه؟ يعني تموت. ليش تجيبها عندك؟ ليش؟ لكن عهدك ما راح يجيك مرة ثانية. يعني 12 سنة وأنت مختبئ في هذا الجسد، 12 سنة وأنت تأدي المهمة السحرية، صح؟ خلاص خلاص يعورني. 12 سنة، 12 سنة بأيامها ولياليها وساعتها وأعيادها ومناسباتها كلها حزن. وأنت بعد محبك، أنا أتمنى أتمنى الحين أتمنى إني أضرك. حتى الزوج مريض، لما قلت 12 سنة كلها حزن ينطفئ كله، حتى الزوج، حتى الزوج فيه. فيه حتى زوجها خلاص انتقم منكم يا اثنين. حتى الزوج فيه، لما قلت 12 سنة كله حزن ينطفئ هكذا. خلاص واضح. قلت لهم في التشخيص، قلت لهم هذا ذائي عم الكبير والصغير، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا سحر انتقام، انتقام لكل بيت، سحر انتقام خطير. كما بين العدو الشيطان لا يرتاح إلا بطلاقها وقتل أبنائها، سبحان الله العظيم. لهكذا هذا ما كتبوه في السحر أصلا، الطلاق والقتل والموت، ولهذا كل جنين لأنه يقدر عليه قتله. أما الأبناء هو يتحيل الفرصة في حوادث أو سجون، لكن يجعلهم في عذاب الآن، يغير كل شيء في طباعهم، في سلوكهم، في برهم، في مالهم، في كل شيء. وأنت مجرد خادم تخدم منظمة سحرية شركية كفرية، ماذا استفدت 12 سنة؟ أجبني، ماذا استفدت؟ بين لي ماذا استفدت؟ استفدت شيء؟ لا. تعبت. هي تقرأ عليك البقرة، صح، تفعل الخير، صح، تدعو مع أبنائها، صح، تصبر على زوجها، صح. شو؟ أحطمها. أحطمها. صراع. صراع. تحدي. صراع بين الحق والباطل. هو يعترف، اسمع، يعترف. هو يتمنى له أن هذه الأم، مع أن عندها أبناء، يتمنى له أنها خارج إلى طريق الفسق والفجور، يتمنى هذا. وأنا أتكلم عن واقع تجربة أعرفها، لو وصل إلى قلبها وغيرها وشكها في الله فما استطاع، ولو استطاع أن يجعل فيها الانحراف لوصل إليه، ولو استطاع أن يصل الانحراف إلى الزوج لوصل إليه، يغير حتى سلوكه في التدخين، في الخمور. الزوج قوي. اي نعم، قلت له استطاع، لانه ما استطاع على الوالدين وصل الى الابناء. كلها العاد يقرا على نفسه، كلها العاد يحصن ولا عاد يذكر الله. الحمد لله. اكرهه عشان انتقم منه، صدقني بنتقم منه، لكن هو ذكي يصلي، وذكي يصلي ويقرا، لكن انا بنتقم منه اشد انتقام، بنتقم منه اشد انتقام. ما خليه يصلي ولا خليه يقرأ. 12 سنة وأنت تعذب، صح؟ أدمره ويدمر عياله، خليه يعيش كذا هو، ارتاح ارتاح. ماذا صنعت للأبناء؟ حتى في البنت الصغيرة تفضل. كيف البنت الصغيرة تصبر عليها؟ تصلي بس ما رح. وهذيك الكبيرة بشوف، خلها تروح تعالج، خلها تروح تعالج. حتى زوجها مسكين متأثر. هذا محيطي اللي يقرب فيه يدمر، عارف محيطي شلون؟ شو؟ يدمر. هذا محيطي أنا، اللي يدخل فيه يصيبه الأذى. انت قوي،
ها انت قوي. أنا ماكر، أنا ماكر. انت ماكر حتى لو أضافتني بصورة البقرة، بس كلها تقراها كيف؟ تبتعد عنها. لا تقراها. أنا قلت لك المحيط من سيدخله، هذا المحيط، محيط الدائرة، أنا المركز، أنا المركز، محيط الدائرة، من دخله سيؤذى، من أحبها سيؤذى، من أحبها سيؤذى، وأول من أوذي زوجها وأولادها. وكيف أذيت الأبناء؟ الخراب، كيف تم ذلك؟ كيف استطعت؟ الخلع. كيف؟ حب المنكرات، حب المنكرات، تعطيل، تعطيل، زينت لهم هذا، ها؟ أنت عندك أولاد؟ أي نعم، الحمد لله. أحب تحب أذي أولادك؟ كيف تأذيهم؟ ما أدري، أذيك أنت؟ أذيني، وش مشكلة؟ كيف تأذيني يعني؟ أنت بعيد عني، ما أقدر. ما متفرغ لي، ها؟ عندك مهمة أخرى صح؟ أنت محصن نفسك. والأبناء ما يحصنوا أنفسهم؟ حرام عليك، أبناءها في مقتبل العمر الآن، شباب 21 سنة 22 سنة، غيرت كل شيء. ما تقول لربك عز وجل؟ ستموت وستبعث وتحاسب. حتى ولدها كسر، مكسور، كيف كسر؟ كسر، كسرت رجله، كسرت رجله. من سوى له الكسر؟ قد يكون شيطان، قد يكون، لا أعلم. ولا يمكن يخبر بأشياء، يتحفظ عن أشياء، يتكلم عن أشياء خاصة به هو وأشياء أخرى يتحفظ عنها. طيب هذه عادة حينما توزع المهام هكذا عادتهم. الكبير يعشق ماذا؟ الظلام، الحمامات، الأماكن المتسخة. لو أستطيع أن أخرجها من البيت لأخرجتها منه. خلاص أنا تعبت. أنا تعبت. تعبت. الله السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله تبطل كل عين حاسدة في الخيرات والنعم ناقمة على الخيرات والنعم تبطل كل عين غادرة ماكرة في الخيرات والنعم عين حاسدة في العمل حاسدة في المال حاسدة في الخيرات والنعم عين أصابت بقوة حسد. الله أكبر من كل حقد وغل في النفوس حقد وغل في القلوب حقد وغل في العقول حقد وغل من الرجال حقد وغل من النساء حقد وغل من الجان حقد وغل من كل شيطان حقد وغل على النعم حقد وغل على النجاح حقد وغل على الزوج والزوجة حقد وغل على الأبناء والبنات حقد وغل على السعة والغنى حقد وغل على الجمال والقوام حقد وغل على القبول حقد وغل. الله أكبر من كل حاسد وحاسدة ساحر وساحرة
إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.